بتستعد الفنانة شاهناز لطرح ميني ألبوم جديد من إنتاج زوجها آدم حسين، واللي بيشاركها فيه مجموعة من الشعراء والملحنين. كاميرا عرب وود قابلت الفنانة شاهناز اللي أثارت الجدل في الفترة اللي فاتت بسبب إعلانها الحجاب وتوقفها لفترة عن الغنى، وافتكر الجمهور إنها اعتزلت الفن. كمان كمان يا صوتك دفى وسحر وحياة، كان يا مكان بقى بينا قصة وشوق أحلامنا اللي دوبناه. حالك من حالك انا حابة اوضح نقطة بس من خلالكم، انا عمري ما اعلنت اعتزال، يعني انا ما طلعتش ابدا في اي منبر اعلامي وقلت يا جماعة انا اعتزلت خلاص ومش هغني تاني. بس هي الفكرة ان الناس شوية بتربط ما بين الاعتزال والحجاب، يعني اي فنانة بترتدي الحجاب تبص تلاقي كل الناس خلاص تخيلت ان هي هتعتزل الدنيا وهتعتزل الشغل وهتقعد في البيت. ده ما حصلش معايا. بعد الحجاب قدمت شاهناز ألبوم ديني اجتماعي، ولقى الألبوم قبول عدد كبير من جمهور شاهناز. لكن شاهناز اعتبرت ان الحجاب ملوش علاقة باستمرارها بالفن او اعتزالها، واعتبرت انها بتقدم فن محترم ما فيهوش اي اسفاف. احب اعيش لك عمري كله من البداية، من يوم ما شافك قلبي تايه مش معايا. مسألة انا هغني ديني او وطني بس او رومانسي، هو الغنى بالنسبة لي انا كله زي بعض، وانا عندي ضوابط معينة هقدمها في الاغنية مش هتختلف فكرة الأغنية إيه، يعني إن كانت أغنية وطنية أو دينية أو أغنية عاطفية أو أغنية فيها عتاب وفيها زعل أو كده، كله عندي واحد، إن أنا ما بغنيش المصطلحات اللي ممكن تكون هقولك إيه فيها ابتذال أو إسفاف أو فيها إثارة لغرائز ما أو كده. أنا من ساعة ما ابتديت أغني ما عنديش المسألة دي. شاهناز كمان كلمتنا عن كواليس قرارها ارتداء الحجاب، بالذات انه تزامن مع مرض ابنها وابتعادها عن الفن. بصي، خطوة الحجاب انا لما خدتها الحقيقة ما فكرش في اي حاجة، يعني انا ما فكرتش ساعتها انا هشتغل بمهنتي دي تاني ولا لا، ما فكرتش، ما كانش عندي حسابات تانية، ما حسبتهاش هل مستقبلي الفني هيتوقف، هل هكمل مش هكمل، كل الكلام ده ما كانش في دماغي. مسألة الحجاب يمكن تكون في نظر الناس جات لي وليدة اللحظة، بس ما كانتش كده. انا يمكن بفكر في الحجاب من قبل ما احترف الغنى. مساله تعب ابني تزامنت شويه مع الحجاب، هو كان لسه مولود وكنت خايفه عليه من حاجه معينه كده، الحمد لله يعني ربنا ما يرجع الايام دي تاني، لانها كانت ايام صعبه عليا نفسيا شويه، لكن مش هو الاساس. كمان سالنا شاهيناز على ردود الافعال اللي جات لها على ارتداء الحجاب سواء من الوسط الفني او من الخارج. في ناس بركت لي على الحجاب، وفي ناس يعني ممكن تكون من الوسط الفني ومن بره الوسط الفني، بس عشان أكون صريحة يعني مش كتير من الوسط الفني قدموا الانتقاد ده، واللي انتقدوا ما انتقدونيش أنا بشكل مباشر أو ما واجهونيش بشكل مباشر بمعنى أصح. يعني زوج الفنانة شاهناز الملحن والموزع آدم حسين بيساعدها بشكل كبير في اختيار أغانيها وألبوماتها، والتعاون بينهم خلى ناس كتير تتهم شاهناز إنها بتستغل زوجها في تحقيق النجاح. شريكي في الحياة مش هيشاركني في الشغل عادي، يعني أنا إذا تقال شاهناز رجع بإنتاج جوزها يعني دي حاجة ما تضايقنيش خالص، يعني أنا نفسي بس نرتقي، يعني نفسي نرتقي إن أو الناس اللي بتفكر بالشكل ده تبقى متأكدة إن مفيش منتج بيحط فلوسه في الأرض. يعني كتير قوي نقول إنه في حد ممكن ينتج مخرج يتجوز ممثلة مثلا، نقول بس خلاص ده هيحشرها بقى في كل الأعمال الفنية، منتج أو سيناريست أو مخرج يتجوز فنانة أيا كان بقى بتغني بتمثل بترقص أي حاجة يقولك آه ده عشان يشتغلوا مع بعض. كمان كشفت لنا الفنانة شاهيناز عن تفاصيل الميني ألبوم الجديد واللي بيضم عدد محدود من الأغنيات، وكشفت لنا عن أسماء الشعراء والملحنين معاها. تفاصيل الميني ألبوم إن إحنا بنجهز، هو هيبقى من 4 ل6 أغاني، يعني مش هنزود عن كده لأن هو ميني ألبوم.
الشعراء هيكون معانا ايمن شحات، هيكون معانا ايمن سليم ان شاء الله المره الثانيه برضو، هيكون معانا محمد عبد الحميد، يعني التيم ورك القديم اللي انا كنت بشتغل معاهم اللي هم صناع وشركاء في نجاحي ان كان ربنا سبحانه وتعالى كتب لنا نجاح مع بعض. الملحنين يعني هيكون معانا ادم حسين، وهيكون معانا اسامي تانية، بس انا الحقيقه لسه ما فيش، ما اقدرش اقول كل الاسامي دلوقتي الا الاسامي اللي انا متاكده ان هي هتبقى معايا في العمل ان شاء الله. شاهناز كلمتنا كمان عن المشاكل الانتاجيه اللي قابلتها وبتقابلها في اختيار اغانيها وانتاجها. الميديا كلها بتواجهها مشاكل انتاجيه نظرا للظروف الاقتصاديه اللي بتطرق كل يوم وتاني على العالم كله، مش علينا احنا بس يعني. بس احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نركز ونحدد اهدافنا علشان ما تبقاش في عقبات تقابلنا كظروف انتاجيه او ظروف في اختيارات الاغاني نفسها. عشان الانتاج بالنسبه لي مش فلوس وبس، يعني الانتاج بالنسبه لي بيبقى ماده، يعني فلوس، وفي نفس الوقت الخامه اللي انت الماده بقى الخامه اللي انت هتقدميها للناس، كل ده بالنسبه لي بيندرج تحت مسمى الانتاج. طبعا شاهناز هي بنت برنامج المواهب ستار ميكر اللي اشتهرت من خلاله وحققت اول جماهيريه وشعبيه كبيره عن طريقه. سألنا شاهناز عن رأيها في برامج المواهب الحالية بالمقارنة بستار ميكر أو غيرها من البرامج. ستار ميكر أنا مش تحيز لي، ولا مثلا هقولك يعني مجاملة لصناعه، بس أنا فعلا كنت بشوفه وما زلت من أنجح البرامج. في برامج كتير من أنجح البرامج لسبب، لأنه كل الناس اللي اتخرجت من ستار ميكر لهم وجود، أو يعني معظمهم اللي فازوا إن كان أنا أو إيساف أو في مثلا حجازي متقال، يعني الناس اللي طلعت من برنامج ستار ميكر لها وجود على الساحة الفنية لغاية النهاردة ولله الحمد. لكن في بعض البرامج الأخرى لا، بتلاقي أنه كل سنة في ناس بتتخرج ما فيش حد بيسمع عنهم. وفي آخر لقائنا مع الفنانة شاهناز وجهت تحية لكل جمهورها من خلال طبعا شاشة عربود. أنا عايز أقدم تحية على فكرة بالمناسبة لكل الفانز وجمهور شاهناز اللي ما تخلاش عن شاهناز بعد الحجاب، بالعكس كانوا دافع مهم جدا ان انا اكمل وان انا اقدم لهم فن يليق بيهم. وكلمه وحشنا صوتك دي من اكتر الكلمات اللي الحقيقه يعني بتحرك احاسيسي قوي، بتخليني لازم ان انا ابقى مع الجمهور دايما.